يجهد محمد سلطان في ترميم نعورة المحمدية أكبر نواعير مدينة حماة في وسط سوريا، محاولا مع رفاقه وهم آخر عمال الصيانة المتخصصين في هذا المجال أن يعيدوا تشغيل عجلتها الخشبية الضخمة على ضفاف نهر العاصي. وقت عم شوفها واقفة عم حس حالي إنه يعني مثل إذا واحد لا سمح الله عنده ولد إنه مريض ما رح حسنات أتيه بشي يعني بظروفه ولا يعني وقت عم بيتأهيل على السعيد نشاطي بالسعيد إنه قدمت شيء يعني اشتغلت شيء. وهلا يعني هلا يعني كل هالتعب هلا بنسى أنا هلا شوف بعينك التعب وقت عم نقدم هالشيء طلعناه فوق هذا تعب يعني أعمال شاقة. بس وقت اللي بتشتغل ومندورها وبتنسى كل تعبها. ورغم أن النواعير فقدت وظيفتها الرئيسية في تأمين المياه سواء للري أو الاستخدام المنزلي مع التقدم التكنولوجي منذ عقود، إلا أن السلطات المحلية تولي بقائها اهتماما خاصا. لم يعد لنواعير حماة أهمية اقتصادية، طبعا مع وجود التكنولوجيا الحديثة لري البساتين والأراضي الزراعية المحيطة حول ضفاف النهر، لكن بكون هذه النواعير تشكل معلما أثريا وتاريخيا مغرق في القدم، وخاصة هي تشكل في قلوب الحمويين، خاصة لها أثرها في قلوب الحمويين، لذلك نحن كمجلس مدينة وكحكومة مهتمين بهذا المعلم الأثري ومصرين دائما على أن تكون هذه النواعير دائرة على ضفاف نهر العاصي بشكل دائم. وبقيت النواعير التي لطالما ارتبط اسمها بحماة بمنأى عن القصف والمعارك منذ اندلاع النزاع في العام 2011، لكن بعضها توقف تدريجيا عن الدوران إما بسبب تعرض ألواحها الخشبية المعمرة للسرقة أو الحرق، وإما بسبب تعذر صيانتها على غرار نعورة المحمدية.